مرحبا، نفكر خارج الصندوق الليلة في حماس تتناقض في تصريحاتها، أقوال متضاربة لقياديين في الحركة نفسها، ما الهدف من وراء ذلك؟ تكتيك أم خلاف وسوء تنسيق؟ لا وجود لذكر الأنبياء في الآثار المكتشفة، جدل جديد يثيره وزير الآثار المصري الأسبق وأستاذ في الأزهر يدخل على الخط ونحن في خارج الصندوق نجمع الطرفين. ليس في غزة وإنما في الجنوب السوري، صفقة تبادل في السويداء، الإفراج عن معتقل مقابل إطلاق سراح ضباط مختطفين، لكن ماذا وراء التعزيزات العسكرية في المنطقة؟ أيضا نجمع الطرفين. بعد أيام تدخل حرب غزة شهرها الثامن، ورغم التفاؤل بالوصول إلى هدنة مؤقتة، يبدو أن وقف النار الدائم بعيد المنال، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأن اجتياح رفح قادم لا محالة، سواء باتفاق تبادل أم لا. وبعيد انطلاق هجوم حماس في 7 أكتوبر، كانت تصريحات القيادات السياسية والعسكرية للحركة تتحدث عن الشيء نفسه. وهنا نقتبس: معركة كبرى أو ملحمة كبرى، بداية إنهاء الاحتلال، التحرير الكامل للأراضي الفلسطينية، وإلى ما هنالك. لكن مؤخراً بدأت تظهر للعلن تصريحات متناقضة من قياديين في الحركة، وهنا نسأل: هل هو تكتيك يهدف لجس نبض الأطراف الأخرى، سواء كان في إسرائيل أم لدى حركة فتح أو السلطة أو منظمة التحرير أو حتى لدى الدول العربية، أم أن ذلك يظهر عدم تنسيق فقط أو خلافات حتى بين أجنحة وقيادات في الحركة نفسها؟ هذا سيكون محور نقاشنا مع ضيف خارج الصندوق، ولكن قبل التوجه إليه دعونا نذكر بآخر هذه التناقضات بين قيادات الحركة إن صح التعبير. قبل أيام قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن الأردن سيكون الوجهة المقبلة لقيادات الحركة في حال غادرت هذه القيادات قطر. تصريحات أثارت موجة من الجدل حتى في داخل الحركة. أمس استضافت زميلة رشا نبيل في خارج الصندوق القيادي في الحركة غازي حمد الذي استغرب هذه التصريحات ونفاها أيضا. دعونا نستمع. أحترم وأقدر الدكتور موسى، لكن أقول بشكل واضح إنه هذا الموضوع لم يطرح على طاولة حركة حماس، لأنه إحنا هذه قضية لا نجد فيها إشكالا في هذه اللحظة. إحنا يعني اليوم قيادة حماس موجودة في قطر، أوقات بتزور تركيا، أوقات بتزور دول عربية وإسلامية. لا شك أن هناك أطراف إسرائيلية وأمريكا تحاول أن تلاحق حركة حماس سياسيا وماليا وفي كل مكان، وتحاول أن تضيق عليها وتحاول أن تضغط على بعض الدول من أجل أن لا تستقبل حركة حماس. لكن أقول بكل وضوح إنه حركة حماس الحمد لله تتمتع باحترام كبير جدا في دولة قطر، والعلاقة طيبة، ولا يوجد هناك أي إشكال في هذه القضية. وقبل أيام أكد خليل الحي القيادي البارز في حماس أن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وليس هذا فحسب، إنما التخلي عن أسلحتها والتحول إلى حزب سياسي إذا أقيمت دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67. من قيصري في تركيا الكاتب الصحفي الفلسطيني أيمن خالد. أستاذ أيمن، أهلا بك مرة جديدة في خارج الصندوق على شاشة العربية. هل هذا تكتيك من حماس توزع فيه الأدوار على قياداتها لجس النبض حول مواضيع معينة عند الجهات العربية والدولية أو حتى الفلسطينية الداخلية، أو لديك مؤشرات أو معلومات عن وجود خلافات حقيقية بين هذه القيادات أو تيارات مثلا في داخل الحركة؟ أهلا بك أخي طاهر. لا، نعم، يوجد خلافات بين داخل حركة حماس، وهذه الخلافات قديمة. يعني في دمشق كان هناك تيار موسى أبو مرزوق، تيار خالد مشعل، وكان هناك أيضا في غزة تيار الزهار. وطبعا طبيعة الصراعات التي كانت موجودة داخل حركة حماس، كان دائما هناك مظلة الإخوان تغطي على هذه الصراعات. لكن سأقول لك نقطة مهمة. حركة حماس الآن هي بالفعل حركة منقسمة، ومن يسعى الآن إلى تعزيز الانقسام هي إيران. إيران تريد أن تجعل من حركة حماس نسخة عن حركة الجهاد الإسلامي،
طبعا كيف؟ لأن إيران لعبت كثيرا، يعني أول ما أنشأت فصيل ما يسمى حزب الله فلسطين شقته عن الجهاد الإسلامي، ثم انتهى، ثم أسست حركة الصابرين، ثم حتى في آخر محاولة كانت في عام 2010 عندما شقت حركة الجهاد الإسلامي أو كادت تنشأ، وكان الشقيق عبد الله شلح هو أحد الشركاء في عملية الانشقاق التي كانت ستتم، ولكن تم تطبيق هذه فيما بعد. ولكن لماذا يمكن أن تسعى إيران التي تمول وتسلح لشق صف حركة تمولها وتسلحها، كيف ذلك؟ نعم، لأن إيران هي أم الميليشيا وليست أم يعني لا تريد بناء تنظيم واحد قوي، لأن هذا الشيء مشكلة. إيران الآن تفكر بإعادة إنتاج حماس بشكل ممزق بما يخدم مصالحها في المستقبل. لماذا؟ لأنها أولا تستغل ضعف حركة الإخوان الآن، فهي تريد أن تدخل كبديل لحركة الإخوان، بمعنى أن هناك قيادات ربما خرجوا عن الخط الذي رسمته إيران للحركة ولتحركاتها في الفترة المقبلة، أو لما تقبل به في السياسة أو لا، هذا ما تقصده؟ ليس بهذا الشكل، ولكن هي وضعت وجوه حماس، وضعت قيادات حماس في وجه بعض. يعني لدينا الآن تيار في بيروت، ولدينا الآن بعض السياسيين الموجودين في قطر، ولدينا السنوار. المعادلة اليوم هي إنتاج حماس كل في منطقة. لكن بس هودي معلش، شو الخلافات بيناتهم؟ الخلافات الحقيقية يعني فيما يتعلق بالموضوع، وجهة ما بعد قطر إن كان ذلك صحيحا في الخيار الأردني، وهذا مستغرب بعد كل اللي صار في موضوع تظاهرات الأردن، أليس كذلك؟ شو بيقول كل طرف في موضوع الوجهة المقبلة؟ الفكرة هي أن أصل الخلافات هي قديمة، في نشأت، يعني هي قديمة تعود إلى صراع موسى أبو مرزوق وخالد مشعل. هذه مسألة كانت قديمة موجودة في الشام. الزهار أيضا معروف في فترة أنه أخرج من المكتب السياسي ثم عاد إلى المكتب السياسي، أيضا هو جزء من الصراع. هي بالأصل حركة حماس من الداخل رؤوس، يعني مجموعة من الرؤوس، كل رأس يعمل بمفرده. يعني عندما كنت تذهب في دمشق تجد مكتب إعلامي لأبو مرزوق، مرافقة، مكتب خاص، يعني طاقم أو جزء من حماس فقط يذهب إلى أبو مرزوق، الجزء الثاني فقط يذهب إلى خالد مشعل، وهكذا في غزة، وهكذا في كل أماكن. بس بدك تسمح لي معلش، يجب أن نسأل كل الأسئلة اللازمة. هل هذا واضح في القرار السياسي والعسكري حتى الآن؟ قد يشكك البعض في ذلك، وقد يقول لك جماعة الحركة بأنه هذا يحصل في كل الحركات والأحزاب والدول، حتى بأنه يكون في أجنحة ويكون في تيارات، ولكن بالأخير يتخذ القرار المناسب. ما رأيك؟ لاحظ معي الموقف في الأردن، الموقف أبو مرزوق من الأردن، موقف الذي حدث في لبنان، ومن ثم خروج محمد نزال وصراعه مع ذهب عن المسؤول الحركة في الإعلامي في الحركة هناك، الموقف الآن في غزة، خليل الحية يذهب إلى المفاوضات ثم يعود لكي يأخذ تعليمات من قطر، من قيادة حماس في قطر. هو ليس هناك جسم سياسي بمعنى الحركة، بمعنى أنه جسم، يعني طبعا هذا الكلام أو الحديث أنه هناك جسم وهذه عملية ديمقراطية، هذا كلام فارغ. الغطاء الأساسي الذي كان يغطي حركة حماس هو غطاء الإخوان فقط، لكن الآن ضعف حركة الإخوان يعيد إدخال إيران إلى المنطقة بشكل مختلف. الآن إيران تريد حماس لبنان، حماس الأردن، حماس سوريا، حماس في كل مكان، حماس حتى في غزة تريد أن تنتج أكثر من جهاز حماس. لذلك هذه هي المعادلة التي أراها. بس هذا كيف بده ينعكس على القضية الفلسطينية اللي هي بنتيجة، يعني بنهاية المطاف هي يجب أن تكون الأساس والهدف. إيران ليس لديها مشروع سياسي للقضية الفلسطينية، تماما ليس لديها مشروع سياسي لأي دولة تدخل إليها. إيران لديها، عم بحكي عن حماس، هي أم لم أسمع، عم بحكي عن حماس يعني مش عن إيران. طبعا طبعا حماس هي بالنتيجة حماس ميليشيا ستعيش هذه التجربة. حماس مجرد ميليشيا كانت كتلة واحدة، الآن هي مقطعة. قلت لك ستعيد إنتاج حماس كما أعادت إنتاج الجهاد الإسلامي بهذا الشكل تماما. هذا هو الذي يناسب العقد الإيراني، لا يناسبها طرف قوي يمثل رأس حربة للإخوان. هي تريد هذا الطرف ضعيف أداة
وليس رأس حربة بيد الإخوان، لأنها تريد أن تكون الآن بديل لحركة الإخوان المسلمين حتى على مستوى الشارع العربي. طيب بموضوع قبول دولة مستقلة، يعني إن كان الهدف النهائي من النهر إلى البحر أو من أو دولة مستقلة على حدود 67، حل الدولتين مش حل الدولتين، حل الدولتين ولكن مش مع الاعتراف بالكيان الصهيوني، يعني للمصطلحات التي تستخدمها حماس عبر العديد من القيادات مختلفة متناقضة، وهذا واضح بالتصريحات اللي عم يستخدموها عبر كل قيادي بغض النظر من أين يخرج، ولكن كان في كلام حتى الآن يتحدث عن من البحر إلى النهر، كان في كلام سابق عن وثيقة قبلت بالدولة على حدود 67، والآن عدنا لنسمع عن حل الذراع العسكري وعن قبول بدولة مستقلة، فيما يعني البعض الآخر يعود ويقول لا نحن بالأساس من النهر إلى البحر ولكن يمكن أن نقبل بذلك مرحليا. طب هذا شو تفسيره كله عندك؟ هذا هو جوهر حركة حماس اليوم، يعني هي بالأصل لنقل هناك التناقضات كانت قائمة وموجودة في داخلها، ولكن الآن الأزمة الموجودة في غزة أو ما بعد 7 أكتوبر هناك عمليات القفز من الحركة، كل يبحث عن مصالحه. بالنسبة لحماس، الجناح السياسي الموجود في الخارج يبحث بالدرجة الأساسية أن لا يكون مدان ومتهم في الملف العسكري في غزة، هذه نقطة جوهرية. بالنسبة لحماس الداخل السنوار، هو كل ما يريد أن يكون هو عامل الوقت، يريد أن يكسب عامل الوقت ويريد أن يقول للعالم أو للعرب أو للجميع أن السياسة والعسكر هم حماس هي موجودة في غزة. بالنسبة لمشروع لبنان، هذا المشروع معروف بات واضح بالنسبة لنا، مشروع التسليح في لبنان ومشروع إنتاج حماس في لبنان، هذا الموضوع وإضافة إلى المشاريع السياسية التي تعمل عليها حماس في الأردن في محاولة خلق بيئة أو خلق فوضى داخل الأردن، كل هذه المشاريع على اختلافها شكلا لو نظرت إلى المضمون هي متناقضة من الداخل، كل يفكر في مصالحه، لكن لماذا ظهرت الخلافات الآن؟ ظهرت الخلافات لأن نهاية ملف التفاوض في غزة، بمعنى نهاية إطلاق سراح الرهائن في غزة، يعني انتهاء الجناح العسكري والانتقال لمرحلة جديدة، هذا هو الصراع الدائري الآن، المكاسب. لذلك من يريد أن يتحدث عن مكاسب، طب معلش خليني أسألك سؤال آخر، يعني في توجه مختلف أو معاكس لما تتفضل به، مش أيضا هذا ممكن يكون مصير الحركات المسلحة اللي تحاول أن تقوم بدور ما ومن ثم تسلم سلاحها وتنخرط في السياسة، يعني وتكون يعني حققت ما تريد حسب يعني ما يصدر عنها من تصريحات؟ حماس ليست حركة سياسية، حماس حركة أصولية، من الصعب جدا أن تعيد إنتاج حركة أصولية بهذا الشكل، قامت بهذا الشكل على أن تنخرط في عملية سياسية. يعني شوف حماس عندما ليه ما هني كانوا جزء من السياسي، ما ترشحوا على الانتخابات وفازوا وعملوا حكومة. تمام، أنا معك، حماس عندما استولت على غزة بالعرف الفلسطيني هذا كان يسمى انقلاب. بالنسبة لحماس من الداخل، التكوين الأيديولوجي كانوا يرون في هذه العملية استقلال، هم كانوا يرون أنه أسسوا إمارة واستقلوا وانتصروا على ناس كفرة. حماس كحركة من الداخل، كبنية داخلية، بنية مختلفة عن الشكل الخارجي، يعني هي ليس صحيح بأنها حركة، يعني هناك لديهم براغماتية شكلية، لكن كجوهر المشروع هو جوهر مشروع أصولي غير قابل هذا المشروع الأصولي على تفكيكه، يعني هذا جزء من التنحرات بين الأصوليات، يعني جميع الحركات. طب بس نحن بدنا نحكي فكر ولا بدنا نحكي بالآخر ديمقراطية وانتخابات والشعب شو بده؟ مش هن اللي انتخبون الأخوة الفلسطينيين في الداخل وقت الانتخابات؟ الآن ما بعرف، يعني صار في وقت طويل ما فيش انتخابات، بس في استطلاعات بتقول هن قيادات حماس عم بيجاوبونا على أسئلة وبيقولوا نحن بنربح، البعض بيشكك بأنه بيربحوا بغزة ولكن بيقولوا بيربحوا بالضفة. هناك خطأ تاريخي كان في ذلك المرحلة، هناك خطأ تاريخي وقع فيه العرب قبل 20 سنة، عملية فتح الأبواب للإسلام السياسي والإعلام الذي تم ضخه باتجاه الإسلام السياسي هو الذي جعل الفلسطينيين يقبلون بحماس، معتقدين بأن زمن الإسلام، يعني كثير من الأموال أنفقت فضائيات وكل ذلك من أجل إنتاج الإسلام السياسي، والعرب مع الأسف قبلوا بهذه الفكرة. نحن الآن ندفع ثمن قبول الإسلام السياسي أو دخول الإسلام السياسي للمشاريع السياسية، ونحن نرى نتائج الإسلام السياسي ماذا حدث. الشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب وقع ضحية
فهمه للإسلام السياسي نتيجة الضخ الإعلامي الكبير الذي جاء بعد الانتفاضة الثانية، والذي أعطى حماس نقلها من موقع إلى موقع، تحولت إلى حركة قائدة، حركة مجاهدة، حركة ستحرر فلسطين. هذه الكارثة التي دخلت علينا، ومن هنا من الطبيعي جدا أن يقع الشعب بهذا الشكل ضحية لهذه اللعبة السياسية، لهذا التضليل الإعلامي الكبير. لكن هل أنه الآن إذا أعيدت الوتيرة من جديد هل يمكن القبول بحماس من جديد؟ هذا مستحيل. الناس الآن وصلت إلى مرحلة اليأس من الإسلام السياسي، ليس فقط في غزة ولكن في كل المنطقة العربية. هذه النقطة الجوهرية، كانت الناس خضعت للخداع، الآن بات واضحا أن مشروع الإسلام السياسي ليس مشروع دولة وإنما مشروع مختلف تماما. إيه طيب، بس الفلسطينيين بدوا يسألوك شو بدنا نعمل بالاحتلال، شو بدنا نعمل بإسرائيل، شو بدنا نعمل بالمستوطنات، بالأسرى، بالمعتقلين، باللي عم يقتلوا على الطريق، بكل هؤلاء. هم في بعضهم في شرائح بدون شك تجد بأنه هذه حركة أتت وقامت بتحرك معين يرفض هذه الممارسات، يضع حدا لهذه الأمور ويعلي شأن القضية في العالم أجمع، وهو ما يدللون عليه بتظاهرات اليوم في العالم بعد أن كانت القضية ميتة لسنوات وسنوات طويلة جدا مع خيار السلام. المعادلة هي كالتالي، نحن استردينا أجزاء كبيرة من الضفة وغزة بدون أن نخسر فلسطيني واحد، ولكن عندما بدأت الانتفاضة الثانية، لعبة الانتفاضة الثانية، ظهر الجدار العازل، ظهر الاستيطان، خسرنا الآلاف، وثم دخلنا في مسلسل الحروب. كل ما خسرنا، أنا أقول لك بوضوح، سلام ناقص أفضل من حرب تقودنا إلى هذه الكارثة. حتى لو كان السلام ناقص هو أفضل، لأن السلام الناقص تستطيع أن تبني عليه، ولكن الذهاب إلى حرب، ما الذي نحن جنيناه من حرب من سنة 2000 إلى الآن؟ لا شيء، فقط نخسر 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 نخسر. إذا لماذا نحن نذهب إلى الحرب؟ هذه المعادلة، ليس كيف نقوم بحل مشاكلنا، لماذا نحن نذهب إلى حرب ونحن نعرف أننا خاسرون فيها؟ هذه هي المعادلة التي تحكمنا الآن، والتي هي التي يجب أن تحكم الشعب الفلسطيني في المستقبل. خسر الفلسطينيون الحرب في غزة باعتقادك؟ خسرت حركة حماس؟ يعني طبعا هلا حرب غزة، يعني ما الذي كسبناه من غزة؟ الآن 70% من غزة دمرت. يعني إذا كانت الأمم المتحدة وهي الأقرب إلى رؤية المشهد تقول غزة كي تعود كما كانت تحتاج إلى 60 عاما، 60 سنة، طيب إحنا وين رحنا؟ أي ما هو الانتصار؟ هل الانتصار أن يختبئ سنوار ومعه 300-400 واحد بالأنفاق وفوق منهم 1.5 مليون إنسان بالعراء؟ هل هذا هو انتصار؟ طيب كم سنة سيتم إعادة بناء، سيتم إسكان هؤلاء الناس؟ 1.5 مليون، كم سنة سنعيد إعمار غزة؟ وإذا أعدنا إعمار غزة كم حرب خلال 10 سنوات قادمة ستكون أمامنا؟ نحن خطوة لا يوجد خطوة للعمار، مع كل خطوة للإعمار لدينا كارثة اسمها حرب. كيف ننتهي من معادلة الحرب؟ يعني الشعب الفلسطيني عنده جواب بسيط، بيقولوا هذه مسيرة التحرير. هم يقولون هذه مسيرة تحرير، وبدك ربما تعيش حرب واثنين وثلاثة، ولازم الناس يتحملوا لأنه هذه مسيرة التحرير والذهاب إلى وتحرير القدس. هذا المشروع التجاري. أولا، لا يوجد تحرير في العالم، لا يوجد ثورة في العالم تضحي بالمدنيين. الثورات عادة تقوم أولا على سلامة المدنيين، إلا في حالة حماس تضحي بكل الناس وتقول لك راحوا على الجنة. بكل بساطة، آلاف عشرات آلاف الناس الجرحى الذين سيعيشون طوال عمرهم بمعنى بحالات إعاقة شديدة وراحوا على الجنة. لكن وين أولاد قيادات حماس؟ وين بالصدفة بعملية مصادفة إسرائيل اغتالت أولاد هنية لعملية سياسية؟ في منهم سياسية قتلوا في الداخل، يعني كي نكون منصفين، يعني في منهم قتلوا في الداخل، أليس كذلك؟ في قيادات قتلت ضحت أيضا بنفسها، وفي أولادهم أيضا قتلوا، في أولاد برا، بس في موجودين أيضا في الداخل. يعني لا يجب أخلاقيا وإنسانيا أن ينتقص المرء من ذلك، أليس كذلك؟ أنا معك، لكن المعادلة أن حماس كطبقة سياسية، نعم هناك حالات فردية، لكن كطبقة سياسية غير منخرطة في الشعب. يعني أين قيادات حماس من أن تنزل وتسكن في مخيمات غزة الآن؟ لماذا السنوار في الأنفاق والناس في الخيام فوق في الأعلى؟ هل لأنه هو أفضل منهم؟ لماذا المدني يموت وهو تحت الأرض يختبئ هو وعائلته؟
قصدك بنعمل جهوزية بالأول بعدين بنفوت حرب، بنجهز الناس وبيكون في بنية تحتية وبيكون في ملاجئ وبيكون للجميع مثل ما بيصير بالدول المتقدمة قبل أن نطالب، يعني نطور أنفسنا نجهز ومن ثم نطالب بحقوقنا. مفهوم. سلامة المدنيين هي القاعدة الأساسية لكل حروب التاريخ. شكرا جزيلا لك الصحفي الفلسطيني أيمن خالد الكاتب الصحفي من قيصري في تركيا، شكرا جزيلا لك، تحياتي إليك. عالم المصريات زاهي حواس يثير الجدل من جديد في خارج الصندوق بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. كدأبه وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات زاهي حواس يثير الجدل من جديد داخل الأوساط الدينية والعلمية في مصر. الجدل الدائر حاليا حول قضية وجود النبي موسى عليه السلام في مصر، وذلك بعد إعلان زاهي حواس عن عدم وجود أدلة مادية تثبت وجود النبي موسى في مصر، وأنه من وجهة نظر علمية بحتة لا توجد معلومات تؤكد ذلك. لكنه أشار في مقابلة تلفزيونية إلى أنه تم اكتشاف 30% فقط من الآثار المصرية حتى الآن، في حين يظل 70% منها تحت الأرض غير مكتشف، ومن الممكن أن تظهر 70% هذه معلومات لاحقاً في المستقبل تثبت وجود الأنبياء منهم النبي موسى في مصر من عدم ذلك. دكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر رد على حواس و يعني حاول أن يبرر في بعض من حديثه ما قاله. في معرض رده ذلك أوضح الهلالي أن ما يشاع بشأن خروج موسى عليه السلام من مصر مجرد تكهنات وليس عليه أي دليل، عبارة تنفي جميع المصادر بلا استثناء، وهي المصادر الوثائقية والوحي من السماء والمرويات عن طريق الأنبياء والرسل، مضيفا أن حواس تحدث من باب عدم وجود نبي وفقا لبردية موجودة في المتحف المصري، لكن ما نقل عنه اختصر واجتزئ بشكل خاطئ. هذا كلام دكتور الهلالي، ما يؤدي إلى زيادة إشعال الفتنة وأي فكرة للصدام والاحتدام الداخلي والخارجي. زاهي حواس من جانبه علق على كلام الهلالي وقال إنه يؤمن بالقرآن والكتب السماوية وبشأن دخول سيدنا موسى وإبراهيم ويوسف لمصر والخروج من مصر، لكنه جدد التأكيد على أنه لا يوجد ذكر لأنبياء الله وفقا للاكتشافات الأثرية الحالية أي الموجودة حاليا. معنا من القاهرة دكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ومعنا عبر الهاتف علي أبو تشيش خبير الأثار المصرية والمستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس. أهلا بكما. كان من المفترض كما اتفقنا معه أن يكون معنا الدكتور زاهي حواس في خارج الصندوق على شاشة العربية، ورتبنا اللقاء على هذا الأساس، ولكن الدكتور زاهي يعني نرجو أن يكون بخير وأنه لم يطرأ عليه أي طارئ غير محمود أو غير مرغوب به، ولكنه كان وعدنا بأن يكون معنا. عموما نشكر جزيلا الأستاذ أبو تشيش لوجوده معنا لإنقاذه الموقف رغم طلبنا المتأخر، وهذا ليس بغريب عليه بغض النظر عن المانع الذي طرأ على الدكتور زاهي حواس. لنستفيد من وجودكما معنا، واسمح لي سيد علي أبو تشيش أن أبدأ مع الدكتور الهلالي. دكتور الهلالي، حضرتك يعني وضع كلامك في سياق المدافع وليس الرد على كلام الدكتور زاهي حواس، يعني أنت كيف تصنفه؟ هل كنت تدافع عما قاله أو في جزئية يجب التركيز عليها للرد من الجانب الديني على ما يقوله الجانب الأثري؟ تحياتي لسيد الأول أستاذ طاهر. أهلا وسهلا بك. وتحياتي أيضا لضيف حضرتك الكريم ولكل المشاهدين والمشاهدات. لست بصدد الرد ولا بصدد الدفاع، وإنما أنا بصدد البيان التوضيح، والتوضيح مسؤولية كل من يرى هذا التوضيح الحقيقي. وكما تفضلت الأستاذ الدكتور زاهي حواس يتحدث عن الحفريات، الأوراق البردية، الآثار المادية. حتى الآن في المساحة المكتشفة 30% منها
لم يعثر على اسم سيدنا إبراهيم ولا اسم سيدنا موسى عليه السلام ولا أمر يتعلق ببني إسرائيل في القصص القرآني الوارد به. هذا حديثه. ثم قال أيضا بكل أمانة إن ما يشاع من إن في ذكر لبني إسرائيل بناء على لوحة موجودة في المتحف المصري ترجمت على وجه الخطأ بذكر مصر وليس في اللوحة اسم مصر. هذه أمانة علمية قام بها. بس فيما يتعلق في هذه اللوحة تحديدا ولم يتطرق المصادر إلى المصادر الإيمانية. نعم. لا أنا أتابع فيما تتفضل به، ولكن سؤالي لك ليس هناك في كلام دكتور حواس على الإطلاق ما يثير الحفيظة من الناحية الدينية، يعني لم يضايقكم كلامه في شيء، كان واضحا كفاية باعتقادكم أم أنه كان ينقصه بعض التوضيح والتفسير؟ الذي تكلم به شفاهة لا ينقصه التوضيح، ولكن الذي كتب عنه بأن كل ما يقال عن خروج بني إسرائيل وخروج سيدنا موسى من مصر تكهنات ليس لها أساس من الواقع حتى الآن. هذه العبارة كل ده التعميم ده هو اللي ملبس في شمول ذلك المصادر الدينية، ولكن هو كان يقصد أنه حتى الآن فقط، يعني من 30% وبانتظار 70% الأخرى، هذا واضح ويعني فسرناه بشكل جيد حتى الآن أعتقد. بس دعني أستفيد من وجود أستاذ أبو حريش معنا لنسأله عن الدليل الأثري والروايات أو المعتقدات الدينية. دليل الأثري إذن لا يتعارض بالضرورة مع المعتقدات والروايات الدينية، ولكنه أيضا حتى الآن بالثلاثين بالمئة المكتشفة لا يتقاطع إطلاقا. أهلا بحضرتك وأهلا بالدكتور سعد الدين الهلالي. ويعني أنا عايز أقول لحضرتك في بداية حديثي، يعني إحنا دايما يعني لازم نفصل، يعني الناس تبقى فاهمة أن الكتب السماوية دي كتب مقدسة كلها، فإحنا بنتكلم من منظور الآثار. إحنا عندنا قاعدة في علم طبعا. الآثار بتقول من حيث لا مصادر لا تاريخ، يعني لو ما لقيناش مصدر بيؤكد المعلومة بالعلم ما نقدرش نتكلم عليها. وإحنا بنشتغل في الحفاير، يعني إحنا أشرف أننا مع الدكتور زياد في موقع طقارة بجهة المدير أو تيتي، أما بنطلع أي أثر هنا بيولد الأثر بيتولد وإحنا بنكتب له شهادة الميلاد. إحنا الدكتور زاهي دايما الموضوع ده مش حديث النهاردة ولا من سنة ولا من سنتين، اللي بيتكلم عليه من حوالي 10 سنين، بيقول إن مفيش ذكر للأنبياء في الآثار المصرية. وهذا لا ينفي إن هم مش موجودين، ما اكتشف من الآثار المصرية. يعني معلش نحن يعني واجبنا أيضا مش بس إثارة المشاكل مثل ما بيتهمونا، أيضا للأمانة العلمية أيضا أن ندقق في هذا الموضوع، أنه هو قصده ما اكتشف منها حتى الآن 30% فقط حتى الآن. يعني إحنا ممكن الصبح نكتشف قصة سيدنا موسى في إحدى البرديات أو سيدنا يوسف، لكن إحنا بالدين والكتب السماوية النبي موسى كان موجود والنبي يوسف عليه السلام والنبي إبراهيم. في بعض المصادر التاريخية، يعني إحنا عندنا لوحة للمجاعة في جزيرة سهيل اللي بيدرسوا بيقولوا إن هل دي ممكن تكون حصلت مع سيدنا يوسف. عندنا لوحة في المنيا لكذا عدد من الآسيويين زعيمهم اسمه إبشار، فالناس اللي بتدرس التوراة بتقول ممكن يكون سيدنا إبراهيم، بس كل دي مش حقائق علمية ثابتة. تمام. بس أنا عندي سؤال بتمنى يكون واضح. مسار الاكتشافات الأثرية حتى الآن 30%، وبدي أرجع لك بهذه النقطة دكتور الهلالي، مسار الاكتشافات الأثرية حتى الآن يعني 30% اللي عم نحكي عنها، هل فيها ما يؤكد أو ينفي معتقدات أو روايات دينية إن كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية فيما يتعلق بما اكتشف حتى الآن؟ يعني في مسار ممكن نقول أنه إذا كملنا هيك حنوصل لشيء معين، وممكن نقول أنه الموضوع بعيد كل البعد ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى بعض الأمور المعينة المذكورة في الدين. أنا عاوز أرد على حضرتك حاجة. المصر القديم برجع لك دكتور هلالي ما توخذني، تفضل أستاذ أبو تشيش. تفضل أستاذ أبو تشيش. المصر القديم في التاريخ المصري القديم أو ما يقال التاريخ الفرعوني هو عنده برنامج ثابت، الملك دايما يهزم أعداء مصر، فبيقطع الصرح الخارجي بتاع المعبد، بيذكر المعاهدات اللي عملها، بيذكر المعابد، بيقدم قرابين للآلهة.
فالصرح ده بمثابة الإعلام للناس اللي ماشية اللي مش قادرة تطلع على أحداث فتقرأ. ففي برنامج معين الملك عامله إن هو لازم يهزم الأعداء، لازم يقدم القرابين عشان يكون إله في المعتقد بتاعه. فبالتالي الملك مش هيكتب عن حد تاني أو عن نبي أو عن غيره في الصرح الخارجي، ولكن إحنا ننتظر إن ممكن يكون كاتب من الكتبة في مدرسة الكرنك أو في جامعة قون أو في أي جامعة في الجامعات المصرية القديمة إن يكتب القصة دي في إحدى البرديات. تمام. دكتور هلالي، من المنظور الديني والفقهي كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الموضوع؟ العلم واضح وعالم الآثار واضح في هذا، ورغم ذلك يقولون ننتظر 70% الأخرى، ولكن المسار الماشيين فيه حتى الآن 30%. نفس السؤال السابق، يعني لا يجب أن نسأل، لا أحد يعني يسأل من باب التشكيك، ولكن نسأل لكي نقارن الأثري بالديني، كيف مضى المساران مع بعضهما البعض؟ مصدر الوحي مصدر مستقل للمعرفة، هو مكمل للمصادر الكونية. المصادر الكونية لا تتلخص في الحفريات، وإنما توجد مصادر متعددة، ليس فقط في الآثار المحفورة ولا الأوراق البردية، وإنما يمكن أن توجد في أشياء أخرى. أما الوحي فمصدر مستقل يرجع إلى الإيمان بناء على المعجزات المشافهة ومعجزة الخالدة، وهي القرآن الكريم الذي لم يسبق لأحد ولن يأتي أحد لكي يأتي بسورة مثله أو بآية مثله. القرآن الكريم وكل الأنبياء السابقين جاءوا بمعجزات حسية، والقرآن الكريم معجزة أيضا حسية دائمة إلى قيام الساعة. إذن الإيمان قائم على التوارث أبا عن جد إلى الأنبياء أنفسهم. فنحن إذن نؤمن بالغيب كما قال تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن الإيمان بالغيب هو قائم على التوارث أبا عن جد، ونحن نصدق السلسلة التي جاءت بها تلك المرويات، خاصة أن القرآن الكريم أثبت أن أخبرنا بأشياء غيبية. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحي، ده بعد لما ذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام وكل القصص القرآني، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما يعني أنت لم تكن تعلمها من قبل. نعم. هذا ولا قومك. إذا نحن نؤمن بأن ما ورد في القرآن الكريم وحي من السماء عرفناه عن طريق الوحي، وبغض النظر عما يقوله العلم أصلا أو فكيف، فما بالك بالآثار، يعني بالنتيجة يعني العقيدة الدينية عند الآثار مصدر بها مكمل تسمو، ومصدر مكمل علمي للآثار والتاريخ، ولكن على الصعيد الديني كما تفضلت، لأنه يعني إذا أخذنا فقط بموضوع الوحي الغيب ما كنت تعلمها. تمام. خليني أرجع لك دكتور من قبل هذا. تمام. فاصبر إن العاقبة للمتقين. تمام. هذا ما يعني حاولت أنه أكمل فيه يعني فكرتك دكتور. برجع لك بعد شوي لأسألك أيضا عن موضوع ما تفضلت به عن اتهام أطراف بإمكانية يعني إشعال المزيد من نار الفتنة على هذا الموضوع إن فهم بطريقة خطأ. سأسألك عن من تقصد، ولكن أسأل أستاذ تشيش أيضا عن موضوع يعني الإزعاج اليهود يبدو بهذا الموضوع. دكتور حواس يبدو أنه ضايقهم أو أزعجهم في كتابات يعني خاصة عن موضوع أنه لا علاقة لليهود بالأهرامات ولا يوجد أي دليل على وجود برديات في مصر، فاتهموه بأنه معاد لهم وأنه بيكرههم. من معرفتك فيه ومن عملك معه ومن باب يعني وجودك معنا الآن، كنا نتمنى أن يرد هو شخصيا، ولكن وجودك ذو قيمة كبيرة أيضا معنا لكي ترد على مثل هذا الكلام. خليك، ويعني وأنا بحييك وبحيي الدكتور سعد ومتفق مع كلامه كله تماما. أما عن موضوع اليهود فهو الدكتور زي كان بيتكلم عن أن كلمة، عندنا لوحة في المتحف المصري اسمها لوحة مرنبتاح أو لوحة النصر، ففي كلمة مكتوبة ترجمت على أنها إسرائيل. فالدكتور زاهد طلع في أحد اللقاءات وقال أن في علماء كتير قالت أن الكلمة دي ما ترجمتش صح،
حصل اللبس في الموضوع ده والدنيا يعني قامت وهجموه في كل القنوات والمواقع يعني. ولكن يعني احنا بنتكلم برضو من منظور علمي. إيه بس نفس اللي بينطبق يعني على الإسلام أيضا بينطبق على الديانات الأخرى صحيح؟ يعني طبعا طبعا عدم تقاطع الدليل الأثري حتى الآن مع الديني بالنتيجة بكل الأديان. نحن نتحدث هنا طبعاً عن طبعاً يهودية طبعاً والمسيحية والإسلام صح دكتور سعد؟ اختصار لو سمحت. دكتور هلالي صح؟ ما سمعتش السؤال. انه هذا ينطبق بالنتيجه لانه كنا عم نناقش مع الاستاذ تشيش انه في يعني كتابات غاضبه او تنتقد الدكتور حواس بموضوع اليهود واسرائيل تحديدا لانه بموضوع البرديات، فقلنا بانه هذا بالنتيجه يعني ينطبق على الدين الاسلامي ايضا وليس فقط على اليهودي وعلى اي ديانه اخرى عندما يتعلق الموضوع بذكر الانبياء. هو الأمر يتعلق في إسرائيل للبحث عن أطماعها في الوطن العربي وفي مصر وفي منطقة الشام، فهم يريدون تأويل كل شيء لصالحهم حتى ولو بالكذب والافتراء كما افتروا على أن الأهرام بعضهم أو هم الذين قاموا به ببنائه. يعني نريد أن نؤكد على أن الوحي القرآني الثابت والذي يؤمن به أكثر من 2 مليار على وجه الأرض ذكر اسم مصر 5 مرات، بل أكد على أن دخول مصر من يعني وجه من وجوه 3 فقط لهم الأمان، دخول الجنة ادخلوها بسلام آمنين. نعم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا يدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر هي كما قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين، أيضا ذكر هذه البلدة أو هذه المنطقة من أرض مصر. نعم. الغالية. نعم. حتى إن هاجر عليها السلام التي أخذها إبراهيم عليه السلام هي مصرية وذهبت إلى مكة المكرمة وأحيت البيت الذي وضعه الله للناس، إن أول بيت وضع الناس الذي بكنه بركا لما تمام. وصل سيدنا إبراهيم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أقول هل هناك في حفريات في مدين مثلا على وجود مكة ووجود سيدنا إبراهيم وسيدنا نعم. هاجر نعم. ووجود إسماعيل في الأول نعم. إذن نحن نعيش على هذه الأساسيات نعم. الإيمانية وأعتقد الردود واضحة جدا من قبل الدكتور سعد بها أهل مصر جميعا. بس بكلمتين، من قصدت بالذين أرادوا إشعال الفتنة باختصار شديد كلمتين لو سمحت دكتور؟ مصر فيها تحديات شديدة جدا من هدم المساجد وبناء مساجد أخرى أو توسعة مساجد أو غير ذلك. نحن نعيش في فتن مستمرة تمام. هذه الفتن المستمرة من يوم أن بدأت مصر تنهض في بناء دولتها الجديدة وبناء جمهوريتها الجديدة، وتجد هذه التحديات مستمرة من كل من هب ودب، وخاصة جماعة الإخوان وكل من هم من خلفهم لا يريدون لمصر أن تقف على قدميها. دكتور سعد أنا أكتفي معك بهذا القدر من إحداث فتنة فيه. أعذرني على المقاطعة ولكن شكرا جزيلا لوجودك معنا. حاولت أن أمدد فترة اللقاء أو اللقاءين قدر الإمكان، ولكن لدينا ملف ثالث أيضا ليلة في خارج الصندوق. أستاذ علي أبو تشيش خبير الأثار المصرية والمستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، شكرا جزيلا لك، ودكتور سعد الدين الهلالي أيضا شكرا جزيلا لك لوجودك معنا الليلة. تحياتي إليكما. يبدو أن التوتر قد عاد إلى محافظة السويداء جنوب سوريا مع انتشار هذه المقاطع المصورة التي سنعرضها والتي تظهر وصول تعزيزات عسكرية من الجيش السوري إلى المنطقة. بحسب مصادر محلية فقد نقل الجيش السوري مئات الجنود وعشرات الدبابات والمدرعات من دمشق إلى مطار خلخلة العسكري شمال السويداء خلال اليومين الماضيين. هذا الأمر دفع بالشيخ حكمة الهجري الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في السويداء إلى التحذير من التصعيد والتأكيد على تواصل الحراك السلمي، وتزامن مع عودة التظاهرات إلى ساحة الكرامة والتي أصبحت ترفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، ليس جديدا ولكن مستمر.
احتجاجات السويداء ليست جديدة إذن، فمنذ أكثر من 200 يوم تشهد ساحة الكرامة بين الحين والآخر تظاهرات مناهضة للنظام، وباتت تطالب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد علنا. لكن الجديد تطور ربما غير المعادلة قليلا، وسنخبركم بتفاصيل ذلك. قبل نحو شهرين اعتقل شاب جامعي من السويداء يدعى داني عبيد في اللاذقية بتهمة النيل من هيبة الدولة، وذلك بعد مشاركته لمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدعم فيه تظاهرات في محافظته السويداء. وبعد أن رفضت السلطات الإفراج عنه مرارا، اضطرت لذلك بعد اختطاف بعض أهالي السويداء لعدد من الضباط بينهم ضابط برتبة عقيد من أجل الإفراج عنه. وبعد وصول عبيد إلى السويداء تم الإفراج عن الضباط فعلا، فيما ظهر المفرج عنه في ساحة الكرامة وسط متظاهرين مناهضين للسلطات للنظام. معنا الآن من دمشق الأستاذ عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي، أهلا ومرحبا بك معنا في خارج الصندوق. ومن السويداء الناشط السياسي السوري صالح النبواني، أهلا بك معنا أستاذ صالح أيضا في خارج الصندوق. ويعني اسمح لي أن أبدأ مع الأستاذ عبد الحميد توفيق لأقف على رأيه فيما يتعلق بهذه المعادلة. هل المعادلة، البعض يكتب ويقول أن هذه المعادلة قائمة فعلا اختطاف مقابل تحرير معتقلين، قائمة من 2014 وليست جديدة، والبعض الآخر يرى فيها بأنها غيرت شيئا ما في المعادلة القائمة بين الدروز في السويداء والنظام، ما رأيك؟ مساء الخير لحضرتك يا أستاذ طاهر ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. في واقع الحال هذه المعادلة تم تأسيسها أو تم تنشيط المعادلة التي سبقتها، وهي أنه حين بدء الأحداث في عام 2011 كان هناك تفاهم بين الحكومة السورية و الأهل في السويداء على أن يكون هناك خصوصية لهذه المدينة، شرط أن لا تنتمي ولا تعمل لا في الميدان ولا في الحراك السياسي ضد الدولة السورية وضد الحكومة السورية، وكذلك مقابلها أن يكون هناك بعض التفاصيل التي تحقق فيها مكاسب، منها أن يخدم أبناء السويداء في العسكرية السورية أو في الجيش السوري ضمن محافظتهم. بعد ذلك تطور هذا الأمر وبدأت المسألة تأخذ منحا آخر مع تدرج الأحداث في سوريا فعلا بعد عام، يعني هني اللي أخلوا بالاتفاق. معلش لضيق الوقت ما تأخذني، بس يعني قصدك أنه هني اللي أخلوا بالاتفاق. بدي صالح يرد عليك، شو تقصد؟ طيب فسر لي باختصار الذي حدث، أنه تطور الموقف وبالتالي صار هناك بعض التحرشات في بعض أبناء السويداء في، وتذكر ذلك في إحدى المرات في عاصمة دمشق، وكان الرد من أهالي السويداء على أننا يجب أن نبقى عندما تعاهدنا عليه. شو رأيك أستاذ صالح؟ مساء الخير إلى الأستاذ عبد الحميد. يعني لما نحن في مغالطات شوي تاريخية، أولا السويد من ثورة من عام 2011 من 2011 في مشاركي بهذا ثورة الحرية والكرامة، من أكثر من 200 يوم وصلنا تقريبا 9 شهور أو أكثر رافعين الشعارات السياسية من إسقاط النظام. الاتفاق هذا ما تم وما تنفذ وما التزم فيه لا النظام ولا خدمة بلاد السويدة بالسويدة، بالعكس هن كانوا دائما يخدموا مباراة السويدة، وهذا دفع كثير من أبناء السويدة لرفض الخدمة الإلزامية، لرفض قتل السوريين، لرفض المشاركة. إذا النظام هو الذي لم يلتزم بهذا الاتفاق وأخذ الدروز للتجنيد في خارج المحافظة. ما كان في اتفاق أصلا. محاولات عند ما في، كان اتفاق أنه تخدم كثير من الناس اللي خدموا عسكري خدموا خارج المحافظة بشكل طبيعي. كان في فكرة أول ونعمل عليها أنه يخدموا داخل المحافظة، لكن ما تم هذا الاتفاق وما التزم النظام بهذا الموضوع، وهذا ما دعا كثير من أبناء السويداء ما يخدموا عسكري لأنه ما بدهم يشاركوا بقتل أخوان السوريين. شو رأيك أستاذ عبد الحميد؟ رد سريع، في كثير نقاط وعم ينتهي الوقت، رد سريع. نعم باختصار أعتقد بأن هذه المسألة تبدو أنها إشكالية. على سبيل المثال على المستوى الشخصي أعرف أصدقاء من أهل السويداء الأعزاء طبقوا هذه المعادلة وكانوا يخدمون، يأتون إلى عملهم في دمشق ويذهبون إلى السويداء أثناء الخدمة الإلزامية إلى هناك. ربما لا أستطيع أن أجزم بأنهم 100%، ولكن هذا كان شائعا ومعروفا بشكل واضح وصريح. بس أنتوا ليش النظام بيتعامل معهم بطريقة مختلفة؟ يعني في سؤال أنه بعض المناطق الأخرى والطوائف الأخرى يعني ما كان يوصل الموضوع أصلا ليجرؤ أحد اختطاف عقيد أو ضابط أو جندي أو يعني أي مسؤول محلي أو مختار حتى أو رئيس بلدية. فكيف عندما يتعلق الموضوع؟ طيب لماذا؟ أجبني. هذا
هذا الامر اعتقد بانه وصل الى مرحله ان الحكومه السوريه والنظام السوري لا يريد ان يذهب الى التصعيد الكبير مع اهالي السويداء بعد كل مرور هذه الايام من المظاهرات والحراك، وبالمقابل ايضا يريد ان يطمن ويبقي على الخيط الذي بدا واضحا بانه يسعى الى تحقيقه، وهو محاوله احتواء ما يحدث في السويداء. تمام استاذ صالح، برجع لك استاذ صالح، ردك على هذه النقطه تحديدا، ألا تعتقد بأنه فعلا النظام تعامل بطريقة مختلفة معكم؟ حتما تعامل بطريقة مختلفة، لكن هذا مش بإرادته، نتيجة التوافقات الإقليمية والدولية وشعاره اللي كان طرحه هو من 2011 أنه حامل للأقليات، وجود خصوصية لمحافظة السويداء وخوف النظام من محافظة السويداء أنه هي تقوم بقومة وحدة، لأنه هي ترفض الاعتداء الخارجي من أي جهة كانت وخصوصا النظام. وأهل السويداء جربوا النظام بأنه دخل لهم داعش بتموز 2018 وكانوا واقفين وقفة وحدة. موضوع الشد العصبي عند أهل السويداء بشكل عام يعني بكل طوائفها، بس هل كان كامل؟ البعض يسأل هل هب مع الثورة في وقتها كان كامل؟ يعني البعض بيقول أنه في تأخر بالموضوع، كان يعني الله طعمكم الحج والناس راجعة، يعني أنه كان في اتفاقات مع النظام وبعدين رجعت صار في تنصل منها. كيف ترد هذا الكلام؟ ما كان في أي اتفاق، وأهل السويداء وشاركوا منذ 18 أذار 2011 شاركوا بكل الجمعة، شاركوا بكل المظاهرات، وكان في كل سنة في عندنا اعتصامات وعندنا مظاهرات وعندنا معتقلين وعندنا ناس ماتت تحت التعذيب وعندنا ناس مغيب قسريا وعندنا ناس. هذه وصلت فكرة، عم ينتهي الوقت. أستاذ عبد الحميد توفيق، مرة بتبعتوا داعش يقول الدروس في السويداء، بتبعتوا لهم داعش بتنتقموا منهم بعد أي اتفاق بتعملوه منهم سواء موجود أو مش موجود، والآن تعزيزات العسكرية والكثر يخشون من المرحلة المقبلة في السويداء وما الذي سيفعل النظام فيها، ما رأيك؟ لا أعتقد بأن الدولة السورية والحكومة السورية تتجه إلى التصعيد، ولكن أعتقد بأنها تسعى لمحاولة الاحتواء ولكن تحت فرض هيبتها واستعادة هيبتها في تلك المنطقة دون أن يكون هناك صدام. أنا أستبعد أن يكون خيار الصدام قائم بالمطلق مع الأهالي في السويداء من جانب الدولة السورية ومن جوانب القوات السورية، ولكن يبدو أن المنطقة في الجنوب السوري، ولا أقصد أهالي السويداء، هذه الجغرافيا يبدو أن الجانب السوري أو الحكومة السورية تسعى لضبطها بطريقة أو بأخرى بما فيها ربما الحدود مع الأردن. شو يعني بدون ينفصلوا؟ لا أعتقد بذلك، لا أقصد بذلك، أقصد بأن ما يجري الحديث عنه، أقصد بأن ما يجري الحديث عنه مسألة التهريب التي تحدث من الكبتاغون والمخدرات من تلك المنطقة، قد يكون هذا جزء من عملية الإسناد التي تقوم بها الحكومة السورية. إضافة عظيم أستاذ صالح، توافقوا أو ترون بأن النظام قادم على التصعيد؟ لا خليني أوضح لك نقطة، يعني هو نتيجة الحراك اللي صار بالسويداء عمليات التهريب اللي كان يقوم فيها النظام وأجهزته وسلطته والأمن العسكري هو اللي كان يقوم بهذه التهريب، وهو اللي كان يروج ويصنع المخدرات. المظاهرات حدد من هذا الموضوع، فهو حابب يفرض سيطرته عليها. هيبة الدولة انتهت بالسويداء، انتهى الوقت تماما. فكرتك واضحة، شكرا جزيلا لك أستاذ صالح نبواني، أعذرني على المقاطعة. شكرا أستاذ عبد الحميد توفيق، إلى اللقاء.